horoscope et tarot. Madame Lilia. Assalamu alaikum. Ah, je suis برج المسيو ساجيتين قلت مبروك علي وين لا انت لا الميزان شاي اليوم المسيو ابارمون باش يتافيك ويكاند هذايا ويمشي يلقى حل لحياته وين انت تقعد على غلط لا زيد شوف بالك شي البالونس هذا الباسكولا مش خايب لا لا مدام ليلى صدقني اللي براجهم ميزان الكل كرهوا برجهم نجيب برج الميزان كلهم كرهوا برجهم ما تكرهوش برجكم راه برج الميزان قالت لكم مدام ليلى باهي لكن نجيب اكسبسيون برج الميزان باهي برشا ونحبوا برشا وطياره برشا وصح ميرسي مدام انت ويكاند هذا ساجيتير باش يخليك نجيبه ويمشي يلقى حل لحياته الله يخليك مدام ليلى شان نهاركم زين شان نهاركم مبروك نهاركم فل وياسمين التوانسه الكل واللي تبعوا فيا الكل نبداو بالحمل كيف ما العاده الحمل اليوم مزيان حابك تعدي ويكاند باهي برشا يا حمل خاطر عندك بشاره بنزينه ولا حاجه بون نوفيل جايتك في الثنيه سيس دو كور سور لا روت معناها حاجه حلوه برشا 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 اليوم يا حامل ان شاء الله نهار مبروك وبون ويكاند زاده الثور زاده مقلق شويه ما نعرفش علاش اي سي يا ثور باش تبعد من التوتر ومن الروتين بروفيت ويكاند باش تنجم تخرج روحك من اللي انت فيه جايتك اخبار ياسر حلوه خرجت لك السيس دو كارو انت زاده يا ثور حلوه برشا الورقه الجوزاء باهي برشا اليوم عنده نشاط عنده حيويه فرحان عامل برنامج عامل بروجرام خذا حاجه فرح بها والا باش ياخذ حاجه يفرح بها اللي باش يعدي ويكاند يسرح له الجوزاء خرجت لك الجوزاء 5 دو كارو معناها ستابيليتي توتال سورتو لي بلان يا جوزاء السرطان الرومانسي عندي باهي برشا سرطان الرومانسي خرجت لك 8 دو كور زاده حب كبير والا مقابله والا حاجه اوفيسيال بوان فيو معناها الجانب العاطفي وحاجه باش تفرحك على الاخر اون فامي يا سرطان ويكاند ياسر حلو بون ويكاند الاسد ما تزربش ما تتسرعش يا اسد جايتك زوز حاجات حلوين باش تحير في الاختيار صح عليك يا اسد دو بروبوزيسيون ولا جوز والا قدم الحاجه وعنده حاجتين باش يجيو المهم حيره حلوه سو ويكاند ياسر باهي خرجت لك نوف دو كارو يا اسد ياسر حلوه بون ويكاند العذراء مدوم مقلقه شويه ما نعرفش علاش بورتون البارح باهيه مقلقه مش بالقدا سيس تخاف اللي هو قلق اللي هو حيره اللي هو تخمام بتاتر تدخل في حوار ولا في نقاش تخرج منه بامتياز يا عذراء وسع بالك وشوف الامور بعمق اكثر الميزان حلو برشا الميزان محطوط في موقف باش يخرج فيه بنتيجه ايجابيه على الاخر حاجه يستنى فيها باش يوصل لها عنده هدف باش يخلط له عنده قاعده حلوه ويكاند هذايا عنده ديكلاراسيون دامور ياسر باهيه باش يحط النقاط فوق الحروف في حاجه معينه اللي ترجع عليه بالفايده بوغ لا في سي الميزان ميرسي باهي والله العقرب العقرب حلوه ما يسالش عقرب اكثر واحده مسكينه تعبه لا متى ذي العقرب ماهيش تعبه ماهي ستاسيوني معناها بلوكي قش عليه في طون داغي ما يسالش عقرب ان شاء الله ابارتيغ دو سو ويكاند فما شونجمون حلوه فما حاجات حلوه باش تصير ايجابيه فما حب فما فلوس وفما ديبلاسمون والا بون نوفيل جاي في الثنيه اللي باش تبدل لك الوضعيه اللي انت فيها يا عقرب معناها اون ديغي الخطوه الاولى في الحاجات الايجابيه اللي جاي في الثنيه القوس اللي نهارك يا قوس نهار ياسر حلو خرج لك لغوا دو كارو معناها حاجه مزيانه برشا والا مشكل باش تخرج منه والا وضع باش تحقه والا هدف باش توصل له فلوس ستابيليتي تحس روحك بيان اونتوغي اون فامي خاصه عندك نتيجه باش توصل لها اللي باش ترتاح فيها بور لا في فما قرار باش تاخذه اللي باش يريحك ان شاء الله بور لا في كو سوسوا بروجي ولا فلوس ولا خطوه ايجابيه ولا اي حاجه اوفيسيل اللي باش ترتاح بها بور لا في طبعا نرجعوا لك يا قوس الجدي حلو برشا الحمد لله عليك يا جدي خاطر البريود الاخرى سافا با توك سافا بوكو ميو خرجت لك السيت دو كارو يا جدي بروفيت لو ماكسيموم سو ويكاند الفيكتوار لا شانس البونور كل شيء اللي هي السيت دو كارو باش تحس روحك بيان اونتوغي فما حد تخي بروش دو توا اللي باش يكون سبب في حاجه ياسر حلوه ويخرجك من ستريس والقلق اللي انت فيه يا جدي وخطوه هامه في العمل ان شاء الله يا جدي الدلو مطلوب منك شويه تواضع يا دلو جايتك ايمت ياسر حلوين حاول تتاقلم على الوضع ما تزربش ما تتهورش ما تتسرعش في رد الفعل اصبر شويه جايتك حاجه ياسر حلوه بعد موقف محرج شويه يا دلو خرجت لك 5 دو بيك 5 حاجه في يدك ما في نفس الوقت فيها شويه قلق كالعاده سي الحوت ياسر حلو يعطي الصحه الحوت السنين من مون دكتور ديما نقول لك يا حوت حتى كان تطور وما فما حد شايل البيريود هذه تخدم لصالحك اللي جايك من بعد ياسر حلو عندك اقبال
مستقبل، عندك قبول، عندك حيوية، عندك نشاط، متأهل، حاضر، تبارك الله عليك، نصلي على النبي عليك. خرج لك لو روا دو كارو يحط لا بلي فورت كارت في لي تارو. فريمون بروفيت اي بروبوزيسيون، اي حاجه تجيك حاول تخممها بعمق وتاخذ قرار بواحده واحده. وربي معاكم، بون ويكاند بور تو الموند، نتقابلوا غدوه ان شاء الله في نفس التوقيت على نفس